يعني إيه خوجة وليه خوجة؟ خوجة باللغة الفارسية القديمة معناها مدرس، ولما جينا فكرنا في اسم حبينا أنه هو يكون اسم مميز من كل شيء ومش موجود زيه ولا في الجمهورية ولا في الوطن العربي، علشان كده الحمد لله ربنا وفقنا أن احنا نحصل على الاسم ده. طيب ليه خوجة؟ خوجة علشان احنا بنطلع مستوى الانترناشنال بأقل من سعر الناشنال. بنتابع الأربع مهارات: reading, speaking, listening and writing، وبنهتم جدا بالهاند رايتنج. أول ما الطفل بيدخل عندنا بيتعمل مسح أو سكان للماستر كارد بتاعته، والماستر كارد ده عبارة عن إيه؟ الماستر كارد فيها البوينتس اللي بيحوشها عندنا، ومنها بيشتري أي توي أي لعبة، وفيها برضو كل بياناته من غياب وحضور ودرجات الكويزز بتاعته كل سيشن ومن تقديره العام، سواء كان excellent A plus أو very good، وعلى حسب تقديره خلال أدائه. بعد كده احنا طبعا زي ما احنا شايفين بنهتم جدا بالهاند رايتنج. الهاند رايتنج يعني direction of the letter، يعني لازم يسيب سبيس، يعني لازم في امور تكنيكال مهمة جدا احنا بنتعامل مع الطفل، بس النهاية ان شاء الله النتيجة بتبقى مرضية. اتبعنا اغلب الوسائل الحديثة اللي موجودة، يعني بدأنا نعمل سينما كنظام ترفيهي للطفل انه يتعلم منها، وبرضو شاشات التاتش عندنا متاحة الحمد لله، والمكان الحمد لله الاتموسفير فيه كويس جدا للطفل ان هو يستوعب ويحس بنفسية مستريحة. بعدين في كل سيشن الطفل بياخد حاجة اسمها ديلي كويز. الديلي كويز يعني اختبارات دورية كل سيشن، وعندنا نظام التقدير التراكمي، فمنها بياخد الدرجة بتاعته وبتتحط في السيستم، ومنها طبعا في نهاية كل ترم أو في نهاية كل شهر ولي الأمر حابب يطمن على البروجرس بتاع ابنه يجي يتابع ويشوف. الديلي كويز بيبقى عبارة عن speaking كويز وعن writing كويز عن الحصة اللي هو خدها قبل كده، يعني بيمتحن عن الحصة speaking و writing وأحيانا listening. S for sun and S for sunflower. S S S S S S. T for tap. T for tub. T T T T T T. U for uncle. U for umbrella. V for violin. V for violet. V V V V V V. لما نيجي بقى نشوف الـ listening skill، احنا بنشوف حاجة زي كده، exercise زي كده، وبيتم عليه questions. If I smell these wonderful smells while I eat my bread, I can pretend I'm eating a lovely meal, he thought. The man closed his eyes. بالنسبة للصوت حدث ولا حرج، لأن الطفل أصلا بطبعه فنان وبيحب الأرت. Cricket on my toe, now the cricket's on my knee, on my knee, now the cricket's on my knee, on my knee, oh poor, poor me, there's a cricket on my knee, there's a cricket on my knee, on my knee. أما بالنسبة للبروجيكتس، يا سلام على البروجيكتس، أحلى بروجيكتس من أحلى طلبة. Who studies the stars and planets? Today, astronomers look at the sky with big... It was autumn. The weather was getting cold. Little and... The walls are cold. The is the home. You ever did see? I can see with my
can hear with my ears. My name is Malak. Where is the cafe? Go straight ahead and turn right. The cafe is on your right. It is an American comedy action adventure superhero children's animated television. This show centers on Blossom, Bubbles, and Buttercup. What are you doing? I am washing. What are you doing? Eating. What are you doing? Mother goat and seven small goats. This mother goat was very kind. The mother goat went to look for about food. Before the mother goat went, the lion to walk on a net to catch it. The hunters pulled the net. The lion started to roar. The hunters went back to the village. When the earth faces sun, it's day. Spot the quail in the plain. Put the straw in the clay. They are planting rice. What is he doing? He is baking this truffles. Excuse me, where is the toy shop, please? Go straight ahead. Go straight ahead. Stop. Turn left. Turn left. The toy shop is next to the bike shop. I want to live in Eco House because it's model and comfortable and it has two floors. وطبعا تسجيل السيشنز عندنا اساسي، يعني لو حب الطفل يفتكر اي حاجه في الليسن بيراجع الفيديوز اللي هي متاحه في جروب الواتساب. في النهايه خوجة يعني بيهتم بطفلك، يعني بيحب طفلك، يعني بنتشرف بوجودكم معانا. شكرا لكم مستر محمد وحبايبي.